السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبالف خير. تحيه كبيره للمغاربه فين ما كانوا، من طنجه للقويره، وتحيه للجاليه المغربيه في بقاع العالم. تحيه لكم من هذا المنبر هذا، وتحيه للمراه المغربيه، تحيه وتقدير للمراه المغربيه. علاش قلت هذه التحيه وتقدير للمراه المغربيه؟ حيت هذا الفيديو غادي نهضر على واحد الموضوع. اسمحوا لي بعد اول حاجه تنتعطل عليكم على حساب الحطان. انتم كي كتشوفوا كنصور بالكاميرا ديال السيلفي مضبه شويه، علاش؟ حيت ديجا كنبدل ليه في لافيشور شحال من فتره كيتهرس لينا التليفون، هذاك الشيء علاش كنبدا نضبه بشويه. غير صبروا معنا بين ما نديروا شويه وناخذوا شي تليفون ديال التصوير. ما عليناش، اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنقول لكم دائما وابدا ما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج ديالكم، لان شنقول لكم بعد المرات ما كنبغيش نحط على حساب ما كيكونش التفاعل مع عندي في القناه وداك الشيء. هذاك الشيء علاش ما كنبغيش نحط بزاف، بحال كنحس بواحد الاحباط. هذا الشيء اللي كاين، كنحس بواحد الاحباط. كتقول لي لا نزهر لا غير دير سبوتيفا شويه، يعني حط باش الناس يبقاو يجيو يشوفوك، واليوتيوب يدور لك القناه ديالك. انا جنقول لكم بارطاجيو لي القناه ديالي مع اصحابكم، مع احبابكم، مع خوتكم، مع والديكم، مع كل شيء. وما تنساونيش من اللايكات ومن لي كومونتيرات الزوينه ديالكم. وقبل ما غادي نبدا الفيديو ديالي تنقول لكم غنخليكم مع واحد المقطع ديال هذا الفيديو هذا باش تعرفوني علاش غادي نهضر. يلا. حاجه وحده اللي عجبتني في المنتخب هي هو قد ما ربح وماركه البيوت قد ما انا كنعنق البنات اللي حدايا. كنت زنا للدومي فينال، تقدروا تصفقوا، خذوا راحتكم. تحركوا الرش باش والله بقينا دايرين النية مع السير الكراكي. دير النية واحد الدرية وكثرت مع النكتة في القهوة. كنت دزتو للفينال، كون حملت مني زعما الصراحة باش نكونوا واضحين. والله إلا الحمد لله اللي ما دزتوش، ولكن صفقوا لي على السير الكراكي، صفقوا عليه والله. أنا واحد كيما شفتوا خوتي، واحد الفنان نقولوا عليه فنان لأنه مش نقولوا فنان مغربي كوميدي كيهين المرأة بواحد الطريقه غير مباشره. بزاف اللي خرج تيهضر عليه، بزاف اللي خرج كيهضر عليه. وكاينين شي وحدين، واحد انا شفتو في شفت واحد سميتو واحد المقاله، واحد خينا كاتبها ما عرفتش سميتو، ما عرفت من اسفي ولا ما عرفت هذا، حتى هو يمكن تيدير الكوميديا، يمكن ما عمرني سمعت عليه بعدا اصلا. كيدافع على هذاك الشخص، على طاليس، لا ما نقولو على طاليس، كيدافع عليه. كيقول لكم نتوما كتشوفوا غير الحاجه الخايبه، ما كتشوفوش الحاجه الزوينه. نهار كان يمثل المغرب، سمعوا، نهار قال لك كان كيشرف المغرب وكيمثل المغرب في اوروبا. ما كيمثلش المغرب، كيمثل راسو الشريف، انت ولا هو. اذا كان يمثل المغرب ما يهنش المراه المغربيه، لان المراه المغربيه اول حاجه راه فيها امي، فيها اختي، فيها بنتي، وفيها مرتي، فيها عمتي، وفيها خالتي، وفيها جده. باش نقول لك ما تهينش المرأة المغربية. ولا كانوا الناس أغلبية كيسكتوا على بحال هادشي، راه مخصناش نسكتوا عليه، لأن خرجوا الناس ديال الدين، خرجوا بزاف اللي عطاو على شي قلب. حتى أنا خصني نهضر عليه، لأن حشومة باش تقول ديك الألفاظ بحال هكداك باش تضحك وحدين أخرين. دير شي واحد المستوى زوين باش تضحك الناس، باش تبقى عزيز على الناس. ماشي كدا تهين المرأة المغربية، لأن أنت رخصتي المرأة المغربية، رخصتيها أنت لهالدرجة هذه. المرأة المغربية راه بزاف عليك، انت واش امك ماشي مغربية؟ اختك ماشي مغربية اللي كتقول هاد الهضرة؟ يعني امك ولا اختك راه كانوا تاهما يمكن تيمشيو للقهوة وكيديرو نفس الحوايج اللي كتقول عليهم نتايا. الا كانت واحد الاخت باركة حداك وتماركة البيت ومن الفرحة ديالها عنقاتك ولا شي حاجة، عادي جدا، لان هي الفرحة كتنسيك اي حاجة. حنا فاش كنا كنمشيو للتيران شحال هادي، راه كيكون واحد بارك حداك ما كتعرفو ما تيعرفك، واكثر اللي كان شي ماتش فيه ستريس، كتكون ستريسي، كيتمارك البيت، كاينين معاك الدراري صحابك وداكشي، ولكن كتلقى واحد كيعنقك. هذيك النهار في الماتش ديال الاسبان، المغرب والاسبان، ديك الساعه انايا ومزار مخاصمين، وكنت مشيت انا باقي مخاصمين هذيك الساعات، ومشيت انا وياها لعند ديك دير الحجامه باش غدير الحجامه، ودزنا تفرجنا في الماتش. قالت لي نتفرج في الماتش، لقينا واحد ستاسيون دخلنا تفرجنا، واحد السيد ما نعرفو ما تيعرفني سال الماتش على النقلي، عادي جدا الفرحه هذيك. اما باش تقول تحمل مني ولا كون مشيتو للفينال تحمل مني، راه هذيك الهضره باسله. وكما قال هانيت رفيق بوبكر،
تحيه لك اخويا رفيق، احسن ممثل في المغرب كيبان لي هذاك السيد في واحد الانترفيو قال لهم شكون هما درباعه هادو، علم هما على ديك طالي سرباتو، قالك شكون هما هادو، قالك انا ما تنعرفهمش، قالك انا كنعرف انايا الفكاهيين اللي تحيه ليهم، لا الفد ولا حنان الفضيلي ولا الجم ولا حسن فلان ولا سميتو نور الدين بكر الله يرحمه ولا سميتو عاجيل ولا ثنائي الثقه ولا الهناوات، بزاف ديال الفنانين يسمحوا لي اللي ما ذكرش الاسم ديالهم ما كيهينوش المراه المغربيه، بالعكس كيكبروا بالمراه المغربيه، كيكبروا بالمغاربه. انت خويا راه انتيها طيحتيها للارض، وواحد خرج كيقول لينا حقا انتوما كتشوفوا غير واحد الحاجه سلبيه عليه، ما شفتوش الحاجه الايجابيه. راه ما جابش لنا ميداليه من الاولمبيات الشريف، راه ما مشاش لكوب دي موند لعب مع اللعابه ووصل للدومي فينال، راه ما مشاش مع الوداد ولا مع الرجاء وجاب لنا عصبه الابطال ولا مثلنا في شي تظاهر عالميه ديال العاب القوى ولا بحال البقالي الله يعطيه صحته كيجيب لنا ميداليات من الالعاب الاولمبيه ومن بطولات العالم، ولا ملاكم مشى جاب لنا بطولات العالم بحال الربيعي، وهذا هذاك هو اللي شرف المغرب. اما داك ما شرفش شرف راسو، هذاك مشى جمع الفلوس في اوروبا وكيجي، اش تقول لي انايا اش يشرف المغرب؟ باش وريني باش دا شي احسن ممثل في العالم ولا شي لعيبه بحال قدنا داك الاوسكار، والله يهديك اصاحبي سير تكمش نتايا، حيت كي شي بنادم كيتكلم، حيت علاش تيعيطوا عليه باش يدير تاهو واحد تيعيط عليه تاهو باش يخشي في ديك الكوميديا اللي كيديروا في مراكش وفي ديك التخربيق ديالهم. تحيه كاع اللي كيشرف بالمرأة المغربيه وكيهز المرأة المغربيه، تحيه ليه. هادشي اللي غادي نقول، ماشي غير المرأة المغربيه، المرأة بصفه عامه، يعني الانسان اللي كيكبر بالمراه، سورتو حنايا المغاربه كنبغيو نكبروا بالمراه، لانها فيها مي فيها اختي كما قلت لكم، فيها مرتي فيها خالتي فيها عمتي فيها جده فيها كلشي، يعني خصك راجع الاوراق ديالك، وماشي كما واحد الجريده الكترونيه كتبات زله لسان، ماشي زله لسان، زله لسان هي اللي كنت كنهضر دير واحد الانترفيو وخرجت لي الهضره، ماشي هي هذيك هي كتسمى زله لسان، ماشي انت كاتب واحد لو شو باش غادي تعطيه للناس، انت عارف علاش كتهضر، يعني ماشي زله لسان، انت راك كتبتيه، يعني ماشي جيتي من دماغك جيتي ودخلتي لديك لاسين وبديتي كتبدا من راسك وكتقول، بقيتي كتبدا وكتقول، هذيك كنقولوا زله لسان. اما السيد راه كاتب الموضوع ديالو وعارف راسو، راه معروض لذاك التكريم اللي دارو باش الناس، باش نكونوا اللي قدرك، بزاف الناس اللي ما عرفوش وبزاف الاخوات والاخوان اللي ما عرفوش فين تقال هاد السكيتش، هاد السكيتش دار ف دارتو يمكن واحد ما عقلتش واش شي جمعيه اللي ديال الصحافه ولا شي حاجه بحال هكا اللي كرموا المنتخب المغربي، داروا ليهم واحد التكريم اللعابه والمدرب، وكان القجاع وكان داكشي، وجمعوهم وداروا لهم التكريم وجابوا هذاك البهلوان كيهضر بديك الطريقه بحال هكاك، لان حشومه وعيب واحد مغربي كيهضر بديك الطريقه على مراه مغربيه، ويقول لك لحقا غير هو غير بغى يدير الفكاهه، فكاهه دايره براسو كما تيديروا بزاف ديال سميتو ديال الفكاهين، كيدير كما قال السي الخياري تا هو نسينا تحيه ليه، لانه فنان كبير وكان تيهز بالمراه المغربيه وما تيهينهاش، كيقول لك خاصو يدير هو ديك الفكاهه يديرها من راسو ويضحك على راسو ويضحك مع الناس، وماشي باش يضحك بواحد الطريقه اللي كيهين فيها المراه. حنا كمغاربه تنقولوا لك ستوب بحال هاد المواضيع هادو، والمراه المغربيه كبيره عليك وراه هي اللي ولداتك وهي اللي رباتك وهي اللي كبرتك وهي اللي وصلتك لذاك المنصب داكشي اللي فيه انت دابا، فهمتي؟ راه فيها اختك وفيها امك، يعني راه مرأة مغربية، راه ماشي نتا مولود في جوهانسبورغ، راك مولود في المغرب، أمك مغربية خاصك تفتخر بها ماشي تهينها، لأن المرأة المغربية امرأة مكافحة وصلت لأعلى قمة، ساقت دران، ساقت طيارة، كتسوق الطوبيس،
شاد مناصب في دول اوروبيه، يعني مناصب صحيحه في دول اوروبيه، لا في هولندا، في المانيا، في بزاف د الحوايج. خدامه في لانازا كتشرف في المغرب، انت اللي كتهين فيها. المراه مغربيه كتشرف في المغرب، فين ما مشات كتشرف في المغرب. انت اللي كتجي، انت يلا حلمت بك الوقت، يلا بنت واحد 50 و 60 هادي، عطاتكم نقولوا الوقت، وليتو كديروا اللي بغيتو، بغيتو تهينوا المراه المغربيه، وبغيتو ما شنو بغيتو تختاروا في راسكم. وخرج عاوتاني واحد اخر، نهربوا شويه على الموضوع، خرج واحد اخر حتى هو فنان، حتى هو يلا بان بينو الفن، خرج كيهضر كيقول لهم حقا على حساب المشاهير علاش ما مشاوش لهذا الافتتاح ديال كاس العالم للانديه اللي كاين في المغرب. قال لك كيقول لهم علاش مشي ما مشيتوش لهذا الافتتاح، ومشيتو للافتتاح ديال كاس العالم ديال قطر، ومشيتو تفرجوا في قطر. قال لك حقا الشركات المستشهره ما عرضوش علينا، هما بغاو ميمي باش يمشيو يكبروا بالمغرب وفي بلادهم. يعني فاش مشاو لقطر مشاوش يشجعوا المغرب، مشاو على ميمي، ومشاو باش يبانوا. هادشي علاش مشاو. الشريف راه ماشي انت يا ما انت، شكون انت اصلا باش غادي تجي تمشي خويا توصل دير داك الافتتاح ديال المغرب؟ لان خاصك تكبر بلادك الشريف، خاصك تمشي وتكبر بلادك وتقول لهم ها نتوما شوفوا تبارك الله الافتتاح كيفاش داير وكيفاش داير وكيفاش داير، باش توري للعالم. نقول لهم حنايا العرب ما بقيناش ساهلين، ولا فريق ما بقيناش ساهلين، وصلنا لواحد الحاجه اللي ولينا كننافسوكم نتوما الاوروبيين والامريكا وداكشي. اما نتوما باغيين الفلوس باش تحضروا الافتتاح ديال المونديال عندكم في بلادكم، شرف شرف ليك نتايا تحضر، ماشي تيعيطوا لك الشركات المستشارين. ما عليناش، هذا حنا استفزني هذاك، شبعنا اشهارات مع راساتو كيحل فمو حتى هويا. ما عليناش، هذه واحد الرساله لك طاليس، احشم شويه واحترم المراه، وكنتمناك تخرج بشي انترفيو ولا دير شي سكيتش اللي تكبر به، تكبر بالمراه المغربيه، وتقول لهم المراه المغربيه وصلت للقمه، طلعت لاعلى قمه. المراه المغربيه جابت ميداليات في الالعاب الاولمبيه، انت اللي كتهضر. المراه المغربيه وصلت لمناصب عليا في دول اوروبيه، مشات لناسا خدمات في شي بلايص اللي ولات معروفه، وخاصك تشرفها، ماشي ديرها تحت الصباط وتقول على هذيك الهضره. وشكرا لكم اخوتي وخواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو تبارطاجا لاوسع نطاق باش الناس يعرفوا بحال هاد الناس خاصهم يكونوا يتفرجوا فيهم، الا كانوا غيكبروا يكونوا فيهم حتى مغربيه ديالهم، ويكبروا بالمراه المغربيه وبالمراه العربيه بصفه عامه. اما لكن غطيح انت بالمراه المغربيه وغطيح حتى بالمراه العربيه، اخلي داك الشيء خويا عندك وما يبقى يتفرج فيك حتى واحد. وتحيه لكم اخوتي وخواتاتي، وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وما تنساوناش دائما من اللايكات ومن البارطاج ومن لي كومونتيرات الزوينه ديالكم، واللي ما تابوناش يهبط لتحت يورك على ديك اللعيبه الحمراء، حيت بزاف الناس اللي مش يعرفوش اللعيبه الحمراء، يطلع لك واحد الجرس غتورك على ديك الجرس الفوقاني، غيولي يبدا يوصلك دائما الجديد ديالنا. وشجعوني بزاف اخوتي وخواتاتي، شجعوني بزاف وفيقوني، ضربوني ضربوني شويه، تصدقوا لي فيق السيمو السي محمد، نوض تخدم على راسك، خدم مزيان بما يسهل الله وتجي شي خدمه يا ربي. شكرا لكم وبسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.